بالنسبه اللي كدير الريجيم هاد العنينبات هادو تبارك الله، اللهم بارك، كتاكلي واحد شويه ديال العنب، شويه ديال البطيخ اللي ما فيهش السكر، هذا صحاب السكر ما يصلح لهمش، واللي ما فيهش السكر ياكل هذا الشيء. وبالنسبه للخبز ها شحال ديال الخبز، هذا الخبيز هذا نقسمو فيه النص ديال الخبز غير هكا، هاد النصيص هذا بركه من هنا لهنا، هذا هو الغداء ديالنا، هذا هو غداتي، تغديت انا دابا تغديت، ما كليتش قد هادشي ديال البطيخ، كليت نص فيه، والعنب كليت نص فهاد العنب هذا ما كملتوش صافي وشبعت الحمد لله، وما كليتش كليت واحد جوج ديال الحوتات مشويين هما اللي كليت صافي، الله يجعل البركه. الخبز ما نكثرش منه، كنحاول نقطعو انا في خطره ما بغاش يتقطع لي ما قديتش، وكندير داك شويه الحمد لله ربي كيعطينا القناعه في القلب الحمد لله، الله يشافي كل مريض.